يابا حبايب، اليوم التحديث مو طبيعي. باع الهدايا دازيهن على البريد، خلينا نشوف بالله نجمعهن. باكج اسبانيا الارجنتين، هاي شنو جاي يصير؟ عفوا خلينا نشوف باكج. عندنا باكج بلاتيني بيركامب وروماريو، باكج اسطوري يا اخوان. بلاتيني اتوقع يوصل 105 او 106، ما متاكده. نجوم اسبوع خرافيين، واو واو واو. لا لا لا، خلينا نشوف. حلو، كرروا كل نجوم الاسبوع اللي نزلوا اتوقع خلال اليورو او هيك شيء. وباكج اسبانيا، باكج الارجنتين، والله يا اخوان باكجات اسطوريه صراحه، باكجات كلش اسطوريه النوم نازله. حبايب انتم تشوفون المقطع علي باكج في تحت وسلفونا بالله. ها حبايب شوفوا شلون شحنت لازم المتابع باكج من الباكجات الجديده. انت تشوف المقطع بعدك مشاحن، باكج ارجنتين، باكج فرنسا، انجلترا، برتغال، ذني كلهم بعدك مشاحن. يا بدي ادخل على الرابط اللي بالتعليق مثبت. اول فتحه بحظ اكثر واحد يكبس روميو. روح روميو، يلا روميو، يلا روميو، يلا روميو. تخيلوا عبالي والله العظيم عبالي ايبك. يلا روميو، يا الله. اوكي يا اخوان روميو جاب لنا لاعب ثلاث نجوم. روميو سلم لي روميو حبيبي، راح يجيب لنا بلاتيني يا اخوان. هذا له هديه باكج ابو 11 لاعب. لك حمود، يا رب يا رب. روماريو، كان روماريو، كان روماريو، كان روماريو. رافينيا يا اخوان، رافينيا جانا، رافينيا الهندي. اي يا اخوان هاي الفتحه بحظ اخر واحد تابعنا، راح اختار واحد اثنين ثلاثه يا اخوان. بحظ حسين جعفر، حسوني لك جيب لنا بلاتينو، ابشر بالباكج يا عمري يا عمري يا عمري. لك لك حسين، لك حسون، لك يا اخوان. ابك 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 ابك. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. بلاتيني مو بلاتيني مو بلاتيني مو. لك اوش والله، كفو بالله كفو. جاب لنا اقوى لاعب بالباكج. روح عمي روح روح روح، ربحت باكج. روح خويا روح يا اخوان، تابعنا راح نشحن له باكج ان شاء الله. بالله بجد متصوره. لا 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 يا اخوان، لا لا. يعني ابيك نفتها وحده. حسين جعفر لك انت تبشر، لك تاخذ عيوني. يلا يا اخوان بقالنا اخر ابيك حبايب، هذا هم عليا باكج يا اخوان. راح اختار حميد العراق. روح حميد. يا ربي يا ربي بك يا رب. ام العشره والله، ام العشره والله، ام العشره والله، ام العشره يا اخي يا اخي والله، ام العشره والله، ام العشرة بالله، ام العشرة. شنو ها شنو يا اخوان، شنو هذا حظكم؟ لا يا اخوان هنا نتوقف قليلا الصراحة، هنا نوقف شوية يعني الصراحة يا اخوان. شنو الحظ هذا هسه؟ حبايب تعالوا نكمل تفتيح على باكج بيركام، هاي الفتحة بحظكم. يا الله يا رب، يلا بيركام، يلا بيركام، يلا بيركام. عمي هذا اللاعب ما يجي، عمي هذا اللاعب ما يجي ما يجي يا اخوان، بقى هو الاخير بالباكج وما يجي. يابا هاي الفتحة بحظي عمي، بس تشوفون بيركام عمي، بس بيركام. يوه مستحيل مستحيل يا اخوان كويتش حظ، مستحيل والله والله العظيم مستحيل عمي. هاي الفتحة بحظ كريستيانو رونالدو. يلا الدون 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 الدون، انا مجربة الدون، حظ خرافي. يلا ملكي، يا رب الحمد لله الحمد لله. عاش كريستيانو رونالدو، لك عاش عاش الدون، عاش الدون الدون وعز الدون يا اخوان. جبنا اللواعيب كلهم والباكج كامل حبايب، وعدنا همات الجوائز والهدايا اللي انطوها ان شركة كونامي اليوم هي تخن جمعها كوما هدايا وجوائز حلوة، بس المشكلة ضغط على السيرفر اللعبة متى اقدر اجمعها. كتبون بالتعليقات من يقدر يجمعهن ومن يقدر يشوف شنو انطونا وشنو ما انطونا. اوكي حبايب اول جيم نجرب بيه اللواعيب الجديدين، روماريو وصلاح. طبعا يا اخوان اللاعب ذاك بركام ما دخلته، ماشي من بدايته هيك. شنو اسمه، شنو الوضع، شبيك شبيك. اوكي اوكي يا اخوان شفصناها، عدلناها، شفصناها. اوكي فان دايك رجعها حبيبي، رجعها فان دايك. عفية فان دايك، مش مايكل حاليا الطوبة، مش مايكل ينطيه المالديني اراخو. هذا مرجع لوعيبه اللي ورا كلهم. يلا 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 مالديني، بلاتيني بلاتيني. يا الله يشبه مالديني هذا بلاتيني اللاعب، تدرون. اوكي فان دايك، حلوه حلوه حلوه. روماريو، محمد صلاح، لا 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 سيرجينيو، يا سيرجينيو. لو بس ما اخذها، لو بس سارقها من رجله يا اخي. حلوه محمد صلاح، بلاتيني بلاتيني سهل تنقطع منه يا اخي. بلاتيني اكثر من مره لاحظت انه اي واحد يقدر يقطعها من رجله بسهوله، يعني هاي تعتبر من سلبيات اللاعب بصراحه يا اخوان. يعني مرجع الدفاع كله لي ورا، ماكو هيج لاعب، ما شايف هيج لاعب بالله. اذا انت شو راح تهجم، شو راح تدبرت دفاعك كله مرجع لي ورا، شنو وضعك انت؟
شوت شنو شلون شلون بده يلعب هذا؟ ما تقولوا لي شلون؟ اوكي اوكي عرف شلون طريقة لعبه هذا، يرجع الدفاع كله لي ورا يلعب على مود لي بلا حلوة حلو. يلا هم الصلاح راح ياخذها هرنانديز ثيو ثيو حلوة ثيو شاتها حلوة ما فيش لعب تم لاعب معتبر نفسك الله عليك الله عليك انت لما اللاعب اعترفوا اللعبة عرفوها انت شنت وياهم لو لا يلا بلاتيني محمد صلاح اوكي اوكي يا اخوان اوكي هاي ركنية اليا هاي لعبتي المفروض اني هسه اقول عليا المفروض اني استغل هسه صالح واقول عليا ميسي راح يلعبها لا لا بلاتيني بلاتيني حلوة يلا 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 لا 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 مو حلوة والله مو حلوة كلش مو حلوة اوكي نرجعها طبعا يا اخوان لعب ويا كلش يغوث هذا اللاعب يا اخوي ايش بيك مرجع الدفاع كله اللي ورا ما تقول ايش بيك هذا هم لعب بربك ديفيز شوت مالتك ديفيز ماكو هيج ماكو هيج ماكو هيج ايش تسوي انت ماكو هيج كل على متاخذ لك جيم ايش بيك شو اللعب هذا حيبلع يا اخوان هذا حيبلع صدقوني حيبلع صدقوني حيبلع حيبلع مستحيل يفوز مستحيل بوجود دفاعي هذا يفوز وين هذا كل عقلي يلا 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 سون يلا يلا ديفيز صعب اخترقه صعب اخترق الدفاع يا شباب صعب اخترق الدفاع والله مليت انا مليت صراحه من يمي مليت مليت ماكو ايش لعب يعني انت مرجع الدفاع كله اللي ورا وبدك تلعب هذا اللعب اوكي حبايب هسه لعب بعد ما رجع اللاعب كلهم اللي ورا ماكو ايش لعب انا تاذيت يا اخوان مرجع الدفاع ما هو مستحيل اللعب ضد هذا اللي لاعب مخلي لك مالديني اذا انت بربك مخلي مالديني عبالك مالديني سريع ويفيدك بشي لا كسرني ده يكسرني والله بس الحكم كل شيء ما ده يسوي مالديني نطيها حبيبي نطيها نطيها مثل كل مره نطيها اوكي اريد اشوف شنو الحل وهي هيك الواعيب اريد اشوف شنو الحل يلا اش روماريو تبلع يا اخوي بس يا اخوان تبقى نسخه روماريو القديمه افضل 104 سوى هجوم هسه العب هجوم هسه هجوم هسه هجوم هسه هجوم هسه هجوم وين كنت قبل شويه ديفيز 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 بلاتيني بلاتيني سهل سهل القطع من رجله يا اخي يلا هي روماريو ما دا يخليه ما دا يخليه روماريو كل شويه يا اخوان ياخذوها منه اوكي يلا شوت 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 انطي انطي بلاتيني بلاتيني هاي مو خير سالفه بلاتيني يلا هذا جول لا لا انا فخوره بنفسي يا اخوان فخوره بنفسي رغم انه هذا اللاعب تعبني حيل والله شوف استحواذ 70 اكو استحواذ 70 يا اخوان اكو استحواذ 70 شايفين شو بحياتكم طبعا حبايب تعالوا شوفوا وياي طاقات اللاعب احنا ما شفناه لحد الان عندكم روماريو هاي طاقاته شوف طاقات روماريو روماريو طاقاته يعني خرافيه السرعه على كل شيء بس تبقى النسخه يا اخوان تدرون نسخه روماريو القديمه كلكم تعرفوها اللي هي 104 هوايه منكم محصله هوايه منكم عندهم بس تبقى هاي النسخه عدها يا اخوان افضلية بهواي شغلات على النسخة القديمة الصراحة يعني وعدكم بلاتيني هاي طاقاته قدامكم بلاتيني بلاتيني الصراحة يا اخوان طاقاته مستحيلة مستحيلة تحسوه ميسي 105 دا يلعب وعدكم يا اخوان بركم بركم الصراحة اني هذا اللاعب ادري يقولون ريتش ما دخلتي بركم بياته 102 يوصل بتشكيلة بس يا اخوان طاقاته ما مقتنعة بيها اني الصراحة اذا تردون صراحتي ما مقتنعة بطاقاته